بسم الله. خير ما يوصي به المسلم أخاه هي وصية الله للأولين والآخرين: تقوى الله. اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. وصية نفيسة غالية، كل من أخذ بها سيجد طريقه سهلا سالكا، بيقين سيطمئن قلبه، إنه ثلاث أمور على الإنسان أن يحرص على أن تكون دائما لديه: طمأنينة القلب، الطمأنينة لا تكون إلا مع الإيمان والعمل الصالح، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، بذكر أن الله على كل شيء قدير، أنه الرافع الخافض المعز المذل المعطي المانع المحيي المميت، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. هذا هو الذكر. الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولا بد أن يبقى الإنسان على هذا الاطمئنان إلى أن يسمع ذلك النداء العلوي: أيتها النفس المطمئنة ارجعي، ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فالاطمئنان حالة يمكن أن يبلغها الإنسان أو أن يحققها الإنسان في قلبه إن هو سلك مسلك الخير، وتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسلامة القلب: إلا من أتى الله بقلب سليم. فالإنسان لابد أن يحرص أشد الحرص على حفظ قلبه. حفظ القلب يكون بحسن الطاعة أولا، وثانيا بدفع كل ما يسوء الإنسان في نفسه. مثلا حينما تسمع كلمة سوء من أحد، كلمة السوء ترجع على صاحبها، لأنه غالبا ما يذهب، فما ينبغي أن يتركها معك. هو الذي قالها يحملها معه حيثما توجه، ثم سيكون أثرها عليه وليس عليك أنت. والأمر الثالث وهو أيضا أساسي ومهم هو الطيبة، طيبة النفس: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، طاب الطعام إذا نضج، ولا ينضج الطعام إلا بالنار. فإذا الطيبة تكون بالصبر على هذه الحياة وما فيها من أزمات ومشاكل، الصبر ودفع الشر بالتي هي أحسن، والتخلق بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر اللي هو متاح لكل واحد آمن. علاش دائما الإيمان؟ التصديق. القلب حينما يصدق ويكون الأمر ثابتا فيه، لا شك أنه يتحرك ذاك الشيء اللي في القلب من فوره ليتحقق في عمل صالح يراه الناس. أسأل الله العظيم أن يلبس وجوهنا منه الحياء، وأن يدلل جوارحنا لطاعته، لحسن طاعته، وأن يملأ قلوبنا به فرحا، وأن يجعل لنا في نفوسنا من عظمته مهابة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.